متابعينا الكرام، متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من مدينة بن سليمان. أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 305 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد إجمالي المصابين بالمغرب إلى 488,937 حالة. بينما تم تسجيل 5 الوفيات ليصل عدد إجمالي الوفيات بالمغرب إلى 8723 حالة وفاة. بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 392 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي المتعافين بالمغرب إلى 475,849 حالة. فجهة دمشق سجلت الدار البيضاء 152 حالة وحالة وفاة، النواصر 23 حالة، المحمدية 8 حالات، الجديدة 7 حالات، برشيد حالة واحدة، سطات حالة واحدة، ومديونة حالة واحدة. نذكركم متابعينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 305 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك الإجمالي للمصابين بالمغرب إلى 488,937 حالة. بينما تم تسجيل 5 الوفيات ليصل عدد إجمالي الوفيات بالمغرب إلى 8723 حالة. بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 392 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك الإجمالي للمتعافين بالمغرب إلى 475,849 حالة. فجدة بلاصتها سجلات 193 حالة وحالة وفاة واحدة، الدار البيضاء 152 وحالة وفاة واحدة، النواصر 23 حالة، المحمدية 8 الحالات، الجديدة 7 الحالات، برشيد حالة واحدة، سطات حالة واحدة، ومديونة حالة واحدة. نذكركم متابعينا الكرام، أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم عن تسجيل 305 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، يرتفع بذلك عدد إجمالي للمصابين بالمغرب إلى 488,937 حالة. بينما تم تسجيل 5 الوفيات ليصل إجمالي الوفيات بالمغرب إلى 8723 حالة. بينما لله الحمد والشكر تم التأكد من شفاء 392 حالة شفاء إضافية، ليرتفع بذلك عدد إجمالي للمتعافين بالمغرب إلى 475,849 حالة. فجهة الدار البيضاء سجلت 152 حالة وحالة وفاة الدار البيضاء، بينما النواصر 23 حالة، المحمدية 8 الحالات، الجديدة 7 الحالات، برشيد حالة واحدة، وسطات حالة واحدة، ومديونة حالة واحدة. فكنطلبوا من كل الناس أنهم يحترموا مسافة التباعد ويحترموا مسافة الأمان باش نقدروا نحميو عائلاتنا ونحميو وليداتنا. إذا متابعي الكرام، كنتم معنا في بث مباشر من مدينة بن سليمان.